إذن لا يخرج فرع فقهي عن مراعاة المقاصد والنوايا. ما أدري كلامي واضح ولا مو واضح؟ وش قلت أنا؟ وش إني آخر شيء قلته؟ وش شو فهد؟ فهد وش قلت؟ وش قلت؟ وش وش فائدة النية في 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 المأمورات؟ أكيد. مثل لي على مأمور ومتروك. ما فائدة النية في الزنا؟ يعني تزني بنية. كيف يعني تركها؟ هو ترك الزنا لكن لم يتعبد لله عز وجل يوما من الأيام بهذا الترك. إذا نقول في نقول لا إن إن تركك للزنا ليس بصحيح لفوات النية. شو نقول له أجل؟ لا ثواب. فإذا كل فروع الفقه لابد أن تبنى على تجريد الإخلاص. هكذا يفهم الفقه حتى نجعل الفقه خالصا لوجه من؟ لوجه الله تبارك وتعالى بكل متعلقاته. أجب يا أخ، إنسان شك هل طاف خمسا أو ستا تفتيه بماذا؟ وش الأمر المتيقن، الخمس ولا الست؟ الأقل دائما. أحسنت. لما؟ لأن الفقه مبني على العمل بالمتيقنات والطراح. إنسان شك أخ، إنسان شك أرمل الجمرة بثمان حصيات أو بتسع حصيات، فبماذا تفتيه؟ بثمان. بارك الله فيك، شكرا، وقعت في الفخ. ما في رمي ثمان، وين كنت؟ ما في رمي يا قرة عيني بثمان. لا، وقالها بقوة يعني. الحمد لله انك منت في وسيلة اعلامية، ولا كان بكرة هاشتاق عليك. هذا ليس في الدين اصلا. لكن اعيد السؤال مرة اخرى بصواب. انسان شك ارمى ثلاثا ام اربعا تفتيه بماذا؟ لا لا تخاف، لا ثلاثة ولا اربعا. ما جاوب على طول. لا يبلغ مؤمن من جحر مرتين. ايش تقول له؟ انها ثلاث. اذا انت ايها الفقيه اياك ان تفتي بمقتضى الشك، لا سيما اذا كان من امامك شممت منه رائحة الوسوسة وكثرة الشكوك، فاياك ان تفتيه بشكه. والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. قد يفرغ الإنسان من صلاته ثم يشك، أنا قلت سبحان ربي العظيم ولا ما قلت في الركوع؟ نقول هذا شك طرأ عليك بعد العبادة، وإياك أن تعمل بالشك. اطرحه. هذا هو الفقه. الفقه مبني على العمل بالأمور المتيقنة المغلوب فيها على الظن، وأما الأمور المشكوك فيها فإياك أن تفتي الناس بها.